في ظل الظروف التي يعيشها العراق، تستمر حملة دعم المنتوج الوطني العراقي من الشباب العراقي، حيث نظم مجموعة من شباب سامراء بازارا عرضوا من خلالها المنتوجات الوطنية العراقية. البازار قاموا بأحد يعني مجموعة من الشباب الواعين والمثقفين في سامراء الحبيبة، ولدعم المنتج الوطني وللحث المواطن السامرائي أو المواطن العراقي على شراء المنتج الوطني والابتعاد عن المنتج المستورد. ويعني بهيك حالة راح يعني نحاول نسيطر على الاقتصاد الوطن والاقتصاد البلد. حقيقة اليوم دعم المنتج المحلي هو موضوع وطني حقيقة، يصب مصلحة المواطن السامرائي بشكل أساسي والبلد بشكل عام. اليوم احنا من نشتري المنتجات العراقية، اليوم نشجع هذا الانتاج، وبالنتيجة دائما احنا نقول من خلال شرائك للمنتج المحلي فلوسك راجعت لك. المشاركون في البازار دعوا الحكومة العراقية لتفعيل المصانع الحكومية والأهلية وتشغيل اليد العاملة للقضاء على البطالة. اليوم المشاركة عامة كانت مشاركة إنتاج صابون، إنتاج معامل دبس وراشو وألبان لحوم وغيرها كمشاركة عراقية، وإحنا كمكتبة شاركنا اليوم محاولة من عندنا لدعم المنتج العراقي بطبعات الدور العراقية، خاصة سوينا على خصامات كبيرة للشباب، بالإضافة إلى أنه شاركنا بكتب مجموعة كتب منوعة تخص المال والأعمال وتخص المشاريع الصغيرة. لاحظنا كلش أكو تفاعل، كلش أكو حب للمنتجات الوطنية ودعمها، وهذا الشيء طبعا كلش يسعدنا ويفرحنا أنه نشوف أنه إحنا بعدنا واقفين، إحنا بعدنا عندنا طاقات، عندنا إنتاجيات، بعدنا أنه إحنا عايشين، أكو أمل دائما للمستقبل. وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة حملات أطلقها ناشطون عراقيون وطلبت الجامعات للقضاء على المنتوج المستورد ليطلقوا شعار صنع في العراق. تكرار هذه البازارات الداعمة للمنتوج الوطني العراقي ستعيد الروح بشكل كبير إلى المصانع العراقية إلا إذا قابله بدعم حكومي كبير. من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.